تحية طيبة مشاهدي الكرام. ألا يبدو النظام التونسي الجديد بقيادة السبسي أكثر ميلا إلى الاستبداد والطغيان من نظام بن علي الساقط؟ ألا يريد أن يكتم أنفاس التونسيين بحجة مكافحة الإرهاب؟ إلى متى يتحجج الطواغيت بهمروجة الإرهاب لإعادة الشعوب إلى زريبة الطاعة؟ ألم يكن الرئيس السابق منصف المرزوقي على حق عندما حذر من عودة البلاد إلى عهد الدكتاتورية؟ أليس مشروع القانون الجديد الخاص بحماية الأمن والعسكر قانونا إرهابيا لإخضاع الشعب التونسي بكافة فئاته؟ لماذا لا يفكر نظام السبسي بتأمين لقمة الخبز للتونسيين وتحسين أوضاعهم الاقتصادية المزرية قبل أن يتنطع إلى سن قوانين لحماية ضباع السلطة؟ يصيح ناشط تونسي. ماذا فعل النظام الجديد بالقتلة والجلادين الذين نكلوا بالشعب التونسي على مدى عقود؟ ألم يعودوا إلى مناصبهم؟ ألم يعد فلول بن علي ليتسيدوا وسائل الإعلام من جديد؟ ألا تمور الجامعات التونسية بالغضب والاحتقان بعد أن سرق العجائز ثورتها؟